بكم من جديد. في وضح النهار وفي وسط العاصمة بغداد، نفذ أول أمس انتحاريون هجوماً على البنك المركزي العراقي، ما أسفر عن مقتل قرابة 20 شخصاً إضافة إلى عدد من المصابين. وقد بدأت بعض تفاصيل العملية تتكشف، إذ أشار مسؤول أمني إلى أن العملية تمت على 4 مراحل. تمثلت الأولى بتفجير عبوة ناسفة عند المدخل الخارجي للبنك والاشتباك مع قوات الحرس قبل الوصول إلى ساحة البنك الداخلية، ومن هناك التسلل إلى مباني البنك وإضرام النار في عدد من طوابقه. وأضاف المسؤول الأمني أن التحقيقات كشفت أيضاً أن المسلحين كان يرتدون الزي العسكري، وأن أحد أفراد المجموعة كان يحمل رتبة نقيب. وعلى الرغم من أن الظاهرة أو ظاهرة سرقة المصارف انتشرت في الفترة الأخيرة في بغداد، إلا أن الهجوم الأخير أثار عدداً من التساؤلات نظراً لأهمية الهدف وهو البنك المركزي، إضافة إلى أن الوصول إلى خزائن البنك تبدو شبه مستحيلة إذا أخذنا في الاعتبار العدد المحدود لمنفذي الهجوم، كما أن عملية إضرام النار في بعض طوابق البنك استوقفت أكثر من محلل وأعطت انطباعاً بأن الهدف من العملية ربما كان إتلاف وثائق تهم جهات سياسية معينة. فما هي إذن الأهداف الحقيقية لهذه العملية؟ ومن هي الجهات المستفيدة منها؟ يوم الأحد الماضي وفي وسط مدينة بغداد هوجمت بناية البنك المركزي العراقي المحصنة بالعشرات من رجال الأمن والجيش من قبل مسلحين كان البعض منهم يرتدون زي القوات الخاصة العراقية. اقتحموا البنك بعد انشغال الأجهزة الأمنية بالعبوات الناسفة التي انفجرت بالقرب منه. وأثناء عملية اقتحام الأمن للسيطرة على الموقف، فجر 2 من المسلحين حزاميهما الناسفين عند البوابة الرئيسية للبنك، واقتحم 2 آخران الباب الداخلي، لكن نيران عناصر الحماية أدت إلى تفجيرهما بأحزمتهما الناسفة. بينما يجري كل هذا، قامت مجموعة أخرى من المهاجمين بإحراق طوابق من المصرف. هي عملية نوعية قامت بها مجموعات إرهابية من أجل إحداث خلل في القوى الأمنية وإعطاء رسالة مهمة في ليلة افتتاح مجلس النواب الذي كان يمكن أن يكون له صدى إعلامي كبير جدا. لابد للقوات الأمنية أن تعالج الثغرات الأمنية الموجودة من أجل حماية حياة المواطنين. هذه العملية أعقبت تجديد الإجراءات الأمنية بعد أن تكررت سرقة المصارف، إلا أن حادثة البنك المركزي مختلفة تماما، فهو غير قابل للسرقة مهما كانت إمكانية السارقين، لأن كل غرف البنك والتي تحوي الأموال محصنة وتخضع لنظام خاص بالغ السرية والتعقيد. صارت كم ضربة وبعدين طلع دخان تخريب الشورجة، بعد انتشرت القوة الأمنية يعالجون الموقف إن شاء الله. وحيث أن أموالا لم تسرق، فالانطباع السائد هو أن وراءها أهداف خفية، وهنا يتداخل العديد من الروايات التي يذهب بعضها إلى استهداف وثائق بعينها بالحرق، الذي يعني أن الحاجة إلى تحقيق موسع يتخطى الاتهام السريع للقاعدة، لا سيما وأن الموسم الحالي يكاد يكون موسم الحرائق السياسية والجنائية في العراق. من بغداد، ماجد حميد، العربية. وللحديث في هذا الموضوع معنا من بغداد ماجد الصوري الخبير الاقتصادي، ومن لندن الدكتور سليم الحسني المحلل السياسي، ومن القاهرة اللواء المتقاعد سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية. أهلا بكم جميعا، وسأبدأ مع ضيفي من القاهرة سيادة اللواء سامح اليزل. أولا، عادة طالما أنه العملية التي تمت في البنك المركزي العراقي التحقيقات كلها أثبتت أنه لم تكن من أجل السرقة، لماذا يذهب انتحاريون إلى داخل البنك المركزي ويفجرون أنفسهم في الداخل؟ نعم، أود أن أذكر أولا أن البنك المركزي العراقي قد تم إحراق العديد من المستندات والوثائق به في سنة 2008. أيضا هذه المستندات والملفات التي كانت موجودة في عام 2008 كانت بتخص مخالفات مالية كبيرة وموضوعات حساسة للغاية مالية وموضوعات تخص